الرياضة بصورة عامة بمجتمع عراقي شوية إنه نواجه بها مشكلة، لأنه يعني تعرف أنت بعد عادات وتقاليد، بس إحنا قدرنا نتغلب عليها شوي شوي، بدأوا الناس همينا يتقبلونا شوي شوي. يعني أنا أطمح للعالمية وإن شاء الله جاي أسعي وأبذل كل ما بجهدي، لأن يعني شو مثل ما يقول أخلي فد بصمة للمرأة العراقية في الرياضة.